أعزائي مشاهدي موقع إيكون سيبوك، مبروك وبشركم وعيد مبارك سعيد، ونطلب الله سبحانه وتعالى يدخل هذه الأيام عليكم بالصحة والسلامة والعافية، والله يتقبل من الجميع إن شاء الله. الموضوع ديال الحلقة اليوم غادي نحاولوا نتحدثوا على التغذية في أيام ديال عيد الأضحى، وتنعرفوا كما تنعرفوا أن عيد الأضحى يعني عنده واحد القيمة كبيرة عندنا، يعني لا دينيا كحنا كمسلمين ولا حتى في الجانب الاجتماعي ديالنا. فعيد الأضحى يعني كما تنعرفوا كاين هناك الإكثار من تناول اللحم، وهذه مسألة اللي بالنسبة لي شخصيا تتكون مسألة اللي هي عادية، يعني ما خصناش نضخموها ونبقاو نقولوا بأن لا راه كاين هناك خصنا نتفاداو تناول اللحم في هذا الوقت هذا ولا هذا. فهذه أمور اللي هي بعض الأحيان تقدر تكون مغلوطة، وكاين حتى علاقتها بالأمراض، وهذه مسألة اللي غادي نشوفوها. فأول نصيحة اللي يمكننا نعطيو اليوم قبل ما نوصلوا للأيام ديال عيد الأضحى ولا اليوم ديال العيد، كاين هناك الشراء ديال الأضحية، والشراء ديال الأضحية يعني خاصو يتم بطريقة اللي تكون ما تخلقناش مشاكل من بعد، لأن النقطة الأولى اللي خصنا نردوا لها البال هي أشنو خدات هذيك الأضحية كأكل ديالها أولي، يعني هذيك الأضحية ديالنا أشنو واكلة، هذه النقطة الأولى، يعني ما يمكنليش نقارن واحد الأضحية اللي هي واكلة الشعير ولا واكلة النخالة ولا واكلة التبن ولا واكلة الفول مع أضحية اللي هي واكلة أغذية كيميائية. فهذه الأضحية يعني الضروري الشاري منين يبغي يشري الأضحية ديالو خاصو ضروري يطرح هذا السؤال، باش على الأقل يحيد هو عليه المسؤولية ويحيد هذا الواجب عليه يعني ديال الأمانة، أنه يشري البيت ديالو والعائلة ديالو واحد الأضحية اللي تكون مزيانة، فيطرح السؤال على البائع ويخلي البائع يتحمل مسؤوليته. يعني السؤال هو أشنو واكل هذا الحولي أو لا أشنو الماكلة اللي كنتي تتعطيه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو لأن تنعرفوا بأن الأغلبية ديال الناس تربطوا الموضوع ولا النقطة ديال الأضحية ولا ديال الكبش ولا ديال اللحم بشكل عام مع المشكل ديال الكوليسترول، وهذه نقطة اللي يمكننا أننا كذلك أثناء شراء الأضحية خاصنا نردوا لها البال. من أين ناحية؟ هو أننا خاصنا نسولوا البائع ديال الأضحية واش هذاك الحولي يعني كان عنده مربوط أو لا كان مطلوق، لأن بطبيعة الحال كاين فرق كبير جدا في هذه المسألة. هذه الحولي اللي غادي يكون كان مربوط يعني مدة طويلة، فأكيد أن غتكون نسبة الكوليسترول فيه ونسبة الدهنيات أكبر وأكثر من الحولي اللي كان مطلوق اللي كان يرعى. فبحال الانسان اللي تيتحرك فما تتكونش عنده شحوم كثيره، ولكن الانسان اللي ما تيتحركش تكون عنده شحوم وكوليسترول بشكل كبير في الجسم ديالو، وهذه النقطه هي اللي غادي تجيبنا النقطه ديال الماعز وديال الخروف. الفرق ما بين الماعز والخروف خاصنا نعرفوا بان الفرق اللي كاين ما بين الماعز والخروف يعني على حسب هذاك الماعز حتى هو فين كان عايش، لان تنعرفوا بان الماعز هو تيتحرك اكثر من الخروف، يعني الا كان في طريقه عيش عاديه يعني تينقص تطلع الشجره تهبط الى اخره، وبالتالي ما تيكونش فيه شحوم اكثر وما تيكونش فيه كوليسترول اكثر. ولكن خاصنا نعرفوا بان الا كان واحد المكان اللي هو يعني مربي فيه الغنم ومربي فيه يعني الماعز وبجوج بهم مربوطين ما تيتحركوش، فراه نفس نسبه الكوليسترول غتكون عندهم بجوج. لهذه نقطه خاص الناس يفهموها خاصهم يعرفوها، لان الفرق ما كاينش في الماعز والخروف، الفرق كاين في الطريقه اللي عاش بها هذاك الماعز والطريقه اللي عاش بها هذاك الخروف. الابعد من هذا كاين كذلك في الاكل اللي كلا هذاك الماعز والاكل اللي كلا هذاك الخروف. فهذه نقط اللي خاصنا نردوا لها البال، اشنو بغينا نعنيو من هذه المساله هذه. بغيت نوصل بان ممكن راه ممكن تناولوا الخروف الا كان الخروف يعني كان يرعى ما كانش مربوط، ولا كان الغذاء ديالو كان غذاء طبيعي ما كانش غذاء اللي هو يعني كيميائي ولا فيه مواد اللي هي كيميائيه، فراه ما كاينش مشكل في الخروف هذه المساله هذه. وهنا بغيت نجي النقطه ديال المصابين بداء السكري، يعني كاين هناك واحد المفهوم اللي هو مغلوط نسبيا عند المصابين بداء السكري، تنقولوا بان ممنوع عليهم لحم الخروف وبانهم خاصهم ياخذوا الماعز، فهذا خطا، لان لو انه يمشي ياخذ الماعز اللي تحدثنا عليه مربوط راه نفس الشيء بحال الخروف حتى هو فيه كوليسترول. يعني المصابين بداء السكري ممكن انهم ياكلوا لحم الخروف، يعني راه ماشي مشكل، لان حتى نفسيا هذاك المصاب بداء السكري راه ما يمكنش اننا نمنعوه نفسيا من الخروف، يعني حنا تنعرفوا ان البيت كله واكل الحولي وهو تنقولوا له لا انت ما غتاكلش الحولي انت غتاكل بوحدك، وخصوصا تخيلوا معي الا كان طفل، يعني طفل عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ان الاصدقاء ديالو كلهم معيدين بالخروف والعائله كلها معيده بالخروف وهو تنقولوا له لا انت غنديروا لك ليكسيبسيون ما غتاكلش الخروف غتاكل حاجه اخرى، فهنا تيخلق مشكل نفسي. لهذا فالنصيحه اللي نقدروا نعطيو
المصابين بداء السكري، لان المصابين بداء السكري علاش نهضروا على هذه المساله ديال الخروف والماعز؟ لان هما معرضين اكثر من غيرهم لارتفاع نسبه الكوليسترول فقط. وهنا بغيت نشير لواحد المساله اللي هي مهمه، علاش نجيو حتى لهاد الخمس ايام ديال العيد وعاد تنبغيو نفرضوا واحد الحميه غذائيه خاصه؟ يعني السنه فيها 365 يوم، ف 365 يوم الا درنا النظام الغذائي ديالنا جيد في 360 يوم ماشي مشكله ديك الخمس ايام ديال العيد. يعني ما نبقاوش نتهموا ديك الخمس ايام حتى ربما تيكون نظام غذائي غير متوازن طيله السنه، وتنجيو الخمس ايام ديال العيد عاد تنبغيو نديروا نظام غذائي متوازن، وهذه خطا. يعني خصنا نخليو هذيك الفرحه ديال العيد، خصنا نخليو هذاك الجانب الاجتماعي، هذاك الجانب الديني، هذيك الفرحه، هذاك المشاركه ديال اجواء ديال العيد خاصها تبقى. لان كاين الناس الظروف الماديه ديالهم ما تتسمح لهمش باش يشريوا الماعز، وتبذلوا مجهود كبير يعني ربما يقدر يتسلف باش يشري الماعز ويشري الخروف في نفس الوقت، لان قالوا له بان الماعز ما مزيانش للمصابين بداء السكري. فهذه مساله اللي هي خاطئه، المصابين بداء السكري ممكن يتناولوا كذلك لحم الغنم بدون مشكل، غير فقط نرجعوا للشروط اللي تحدثنا عليها في اول ديال الحلقه، ان نختاروا الخروف اللي يكون راعي والخروف اللي يكون واخد اغذيه اللي هي طبيعيه واغذيه اللي هي جيده. وحتى الا كان الماعز راه الا خداو الماعز اللي مربوط راه ما فيه حتى شي فائده، واخا ياخذوا الماعز راه ما خصهمش ياخذوا الشحمه ديالو. لهذه فهذه نقط خاصنا نردوا لها البال وخاصنا نعرفوها. انا تنعاود نكررها، المصابين بداء السكري ممكن يتناولوا لحم الخروف، ما كاين هناك حتى شي مشكل. بالنسبه لبعض الحالات اللي مثلا امراض القلب والشرايين، او الناس اللي تعانيوا اصلا من ارتفاع في الكوليسترول، او الناس اللي تعانيوا كذلك من القصور الكلوي اللي ما خصهمش ياخذوا اللحم بشكل كبير، فاول نصيحه نعطيو الناس اللي تعانيوا اصلا من مشكل الكوليسترول ولا امراض القلب والشرايين هما انهم خصهم يحبسوا تناول ديال اللحم في هذه المده هذه اللي بقات من هنا للعيد. يعني في هذه المده ديال خمس ايام ولا ست ايام اللي بقات من هنا للعيد خصنا نحبسوا نهائيا تناول اللحوم، نكثروا من تناول الخضر، من تناول الفواكه، من تناول القطاني. علاش؟ باش نخلصوا الجسم، تنخرجوا منه واحد النسبه مهمه ديال الكوليسترول، باش على الاقل من تنوصلوا الايام ديال العيد تنعرفوا بان تيكون هناك تناول كميات اكثر وكميات اللي ربما غير اللي تناكلوا في الايام العاديه، فهنا ماشي مشكل. يعني نحبسوا اولا تناول اللحم، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان الناس اللي تعانيوا من امراض القلب والشرايين ولا من ارتفاع في الكوليسترول يحاولوا يتجنبوا الشحمه. يحاولوا ما امكن انهم مثلا البولفاف يعني الكبده يحاولوا يديروها بلا شحمه باش ما يكونش هناك الشحمه فوق الكبده. بالنسبه للاشخاص العاديين راه ماشي مشكل، ممكن يتناولوا ياخذوا بولفاف، ممكن ياخذوا الكرشه، ممكن ياخذوا الكرعين، ممكن ياخذوا لحم الراس، الاشخاص العاديين. المصابين اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول يحاولوا يتجنبوا او لا غير يقللوا من التناول ديال هذه الاغذيه هذه، لان هذه كلها اغذيه اللي هي عامره بالكوليسترول. يعني الكبد، الكرشه، المخ، الكرعين، لحم الراس، هذه اغذيه اللي هي غنيه جدا بالكوليسترول، فيحاولوا يقللوا منها. هذه المساله الثانيه. نقطه اخرى اللي كاينه واللي هي ضروريه كذلك ومهمه هو نحاولوا ما امكن، يعني لا بالنسبه للمصابين بداء السكري ولا المصابين بامراض القلب والشرايين ولا الكوليسترول ولا ارتفاع الضغط الدموي او حتى الاشخاص اللي ما تيعانيوش من هذه الامراض، نحاولوا ما امكن ان قبل الغداء وقبل العشاء خلال ايام العيد، خصوصا اذا كان المستهلك غيعرف بانه غيتناول كميات مهمه من اللحم، نحاولوا ما امكن اننا نتناولوا تبصيل ديال الشلاضه خضراء كما تنقولوا، ما طيباش، الخس، الخيار، خيزو، باربا، ليشو اللي هو المكور. علاش؟ لان هذه الاغذيه غنيه بالالياف الغذائيه، والتناول ديالها قبل الوجبه تساعدنا باش نتخلصوا من هذيك الدهنيات اللي غادي نتناولوا خلال الوجبه، وبالتالي فتكون عندنا واحد تبصيل يعني واحد 200 ولا 250 غرام قبل الغداء و200 ولا 250 غرام قبل العشاء باش نحاولوا نتخلصوا من هذيك الشحوم من هذيك الدهنيات. النقطه الثانيه هو تناول اكثر من تناول الفواكه، خصوصا التفاح والرمان الان وقتهم هذا، خاصنا نحاول نعرفوا كيفاش نستهلكوهم، ربما نديروا حلقه على ان شاء الله على الرمان باش نعرفوا الفوائد والمزايا ديالو. كاين كذلك نقطه ثالثه هو من الافضل عدم تناول اللحم بشكل بكميات كثيره بمرات متعدده في اليوم. يعني بعض الاحيان ربما تيولي في الفطور اللحم، في الغداء اللحم، بين الفطور والغداء اللحم، في الغداء عاوتاني اللحم والعشاء اللحم، وبين الغداء والعشاء كاين اللحم، فهنا تتولي كميات كثيره تندخلوها للجسم ديالنا. نحاولوا ما امكن، يعني اللي غادي نديروا منين نحطوا الوجبه ناكلوا مزيان في الوجبه ديالنا، مثلا غندير اللحم في الغداء ناكل مزيان ما عنديش مشكل، ولكن يعني مره واحده تكفي، لا داعي باش انني نكثر مرات عديده تناول ديال اللحم، لان الاكثار منها يقدر هو اللي يخلق لي مشكل. اما بالنسبه يعني الايام ديال العيد الناس ربما تتحدثوا كذلك على شرب الشاي، فممكن
الناس اللي ما تيعانيوش من فقر الدم ممكن يشربوا الشاي اثناء تناولهم ديال الشواء ولا اثناء تناولهم ديال البلفاف، هذا ما فيش مشكل. يشربوا كذلك العصائر الطبيعيه، يعني عصير ليمون يكون طبيعي مصاوب في الدار، نبعدوا على المشروبات الغازيه، نبعدوا على العصائر الاصطناعيه ما امكن، ونكتفيوا ونحاولوا ما امكن نفضلوا العصائر الطبيعيه، خصوصا لان العصائر تنعرفوا بانها غنيه بفيتامين سي، وفيتامين سي تيزيد من عمليه الامتصاص ديال الحديد، وتنعرفوا بان اللحم يحتوي على كميات مهمه ديال الحديد، وبالتالي فالتناول ديال العصير اثناء تناول اللحم نقطه اللي هي مهمه ونقطه اللي هي مفيده. كاين كذلك نقطه اخرى هي القيام بالحركه. القيام بالحركه نقطه اللي هي ضروريه ونقطه اللي هي مفيده اثناء ايام العيد باش نتخلصوا من هذاك الكوليسترول الزائد اللي دخلنا الجسم ديالنا. كاين نقطه اخرى هو التناول ديال اللحم. التناول ديال اللحم تنعرفوا بان كاين هناك يعني مجموعه ديال العادات في المغرب، وكل منطقه على حسب العاده ديالها، وكل منطقه كيفاش تتقوم بالتحضير ديال الوجبات في الايام الاول خصوصا ديال العيد. فالنصيحه اللي نقدروا نعطيو هو ان من الافضل اليوم الاول ديال العيد ما نستهلكوش اللحم. علاش؟ لان اليوم الاول ديال العيد من الافضل ما نستهلكوش اللحم، لان تيكون باقي عضله، تيكون هنا تلاحظوا بان تيكون باقي قاصح. داكشي علاش خصنا نخليوه على الاقل واحد 12 ولا 14 ساعه، الا خلينا 24 ساعه يكون احسن، يعني حتى غد لي عادي يمكننا نتناولوا اللحم. وهذه عادات كاينه، يعني تنعرفوا بان اليوم الاول تتكون الدواره الكبده الى اخره، في العشاء ربما تيكون الراس ولا الكرعين، حتى اليوم الموالي عاد تنبداو يعني الاستهلاك ديال اللحم. فهذه احسن طريقه باش ما يكونش عندنا مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي فيما يخص اللحم. كاين كذلك نقطه اخرى، هو من الافضل ان الناس يحاولوا الخبز اللي غادي يستهلكوه خلال هذه الايام ديال العيد يكون خبز كامل بالنخاله ديالو. علاش؟ لان غتكون فيه الياف غذائيه اكثر، وبالتالي غيساعدنا باش نتخلصوا من الدهنيات اللي غندخلوا عن طريق اللحم. وما فيها باس لو اننا نزيدوا فيه شويه ديال زريعه الكتان ولا شويه ديال الزنجلان، هي فوائد اكثر وفوائد اكبر، وغتخلينا اننا كيف ما قلت الخبز الكامل غيخلينا نتخلصوا من هذيك السموم اللي تتكون السموم اولا من هذيك الدهنيات اللي تتكون عالقه في غتدخل عن طريق اللحم. كاين كذلك شرب الماء بكميات كبيره، لان تنعرفوا ان اللحم يحتوي على بروتينات، والبروتينات داخل الجسم ديالنا يعني كاين هناك الامونياك اللي على مستوى الكبد تتحول الى اليوغي، وهذا اليوغي يعني تنخرجوا عن طريق الكلي، وبالتالي فباش نخرجوا هذه السموم الازوطيه من الافضل يعني خاصنا ضروري نشربوا كميات كافيه من الماء، يعني واحد جوج ولا ثلاثه لتر في اليوم باش يمكننا نتخلصوا من السموم الازوطيه اللي كاينه في الجسم ديالنا. وتنقول لكم يعني عيد مبارك سعيد، و ما ماشي مشكل تنعاود نكررها، ممكن ناكلوا لحم الخروف فقط، يعني تنكد على هذه المساله، طبيعه الاكل اللي كل الخروف والطبيعه ديال كيف فين تربى هذاك الخروف، وبصح بالصحه والراحه، وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، وتعيدوا وتعاودوا.